كان في الشوطه كل حيط بحيط يكفي الشيء عارف ايه ماما دوا إلى كرة المحكمة والمتخرجين في موضوع محمد الفرد المتخرجين في سيرة من الفيل في مباراة العمل النجوهي لسه المحكمة الأولى في المباراة في عنده حاسة في نفس المباراة في مباراة في عمل شكر الله بدي واحد من بعدين في مدربين توصي أحكي على مباراة الأردن. هذه مقابلة ثانية عن قدرة في الأردن. قادم مركز من الأردن من الأردن شو لعن الأردن مع ما شاء الله عليهم من الأردن وكل صورة في مباراة صورة في الأردن. هذه مباراة قادمة مثلاً كويسة. ثم في تمام الساعة العاشرة والنصف دائما في مقرها في مدرسة المناهل الأخيرة. الغريب خلف مبنى الإطار. بداية حملة مصحف لكل ساحر وتدعو أهل الخير والإحسان للتبرع بمصاحف من الحجم الصغير لصالح زوارنا المراقبين في الجبهات والمصاحف من الحجم الكبير لجرحانا في المستشفيات. يقيم مركز لمسات للتنمية البشرية بالتعاون مع شباب ساحة الوطن بين الحاضر بين الماضي والحاضر والمستقبل. يلقي هذا الدور أحمد محمد الهيشة يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من الشهر التالي عند الساعة 11 صباحا في مدرسة شكرا. Thank you.